السلام عليكم وياكم اتش بي وبحلقه جديده يا شباب. واليوم ويانا ضيف مميز عبدو. السلام عليكم. اللي ما يعرفه صديقي عنده قناه على اليوتيوب. أي نعم. لازم كلكم تروحون تشتركون بقناته بالجو ديسكربشن. عن نفسي انا عبدو، انزل ماينكرافت. اليوم يا شباب اللي يسال راح نسوي هو 3D printer، يعني تابعة اي شيء بالحياة. اي يعني تصنع 3D، نقدر نصنع عبد المصغر، نقدر نصنع اي شيء بالحياة. بالضبط. اصير مصغر انا؟ اصير مصغر؟ لا خلنا نصنع. يلا خلنا نصنع. يلا شو راح تشغلها استاذ ايش؟ نقدر نشوف من البداية هذا المتشكل هذا. انت حالا مشكله. اوكي يا شباب. انت تقول اشتغل. اشتغلت هذه الآلة. راح تصنع لنا فد شيء احنا حتى لا ما نعرف شو. انا اريد اقول جملة يعني تمدح الآلة. خرافية، اسطورية، كارثية، محلية. اي شيء اي شيء اللي هي بنتهي بإيه اللي نحتاجه. شو راح ترسم لنا هسه؟ نحتاج القطعة هذه. ما تبين الرام حتى صحيح. نجيب النموذج ونحطه هنا وتطبع لنا اي شيء. بهذا الرام نقدر نصنع اي شيء نجيبه من الحاسبه يصير كنموذج. لا صندوق هذا شباب جونا صندوق. طالب شيء ايش؟ لا. منين جاك هالصندوق؟ ما صار له شيء؟ لا. ولدي فين بار؟ ها؟ ولدي فين بار؟ هو دق وطفى. شيله شيله يا اخي من تحت. انت ما صار له شيء؟ متاكد ما صار له شيء؟ ما صار مشتري شغله بس ما اعتقد راح تجي هسه الوقت هذا. مشتري شغله من الدبوي. ها؟ من الدبوي. لا فهمت شيء؟ اي هاي الصندوق اللي عشوائي. اللي وصل. معقوله يعني انجل؟ صار جد من طالبه. وصل 10 ايام. سريعين والله، اسرع من المزون. ها فات حتى الجمارك منا مشلعين. هاي الدب. ها؟ ما اعرف شنو هاكم داخله. الله يستر. ايش بيك تضحك؟ والله ما اعرف شنو الداخل. وين الناس قاعد يشترون وانا قلت خليك تشتري. ربطوها؟ لازم يشوفون. جيب. واو يا شباب. شوفوا. شو شعرك عبدو؟ شو هذا؟ اوه. سيدي اشتري. وين شعر؟ لا. تسوي لي انبوكسنج هسه؟ لا 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 نصور جت بوقتها. خلينا نكمل نفتحها يلا قدام. والله صار لي لما نبلش. والله باول شيء كمل الاله وبعدين سيد. هذا اكثر حماس. خذ اطلع الشوط ما لازم نصور. سيدي بغيت عليكم كلهم صوروها. وين؟ مستحيل. هاي اتفضل. اوه شو هالشغل؟ اوه كاميرا كاميرا يا شباب. كاميرا ابو عال. انت حددت ليش انا تريده لو هم يدزون عشوائي؟ يا تراب عشوائي حتى ما كان عنوان. يا تراب اي والله ما كان عنوان. لاحظت؟ ما بي عنوان شباب. بالغلط. لا ما انا مصر. ماكو شي بعد؟ شو اسمه؟ ماكو شي بعد يا عمر. قول. لا عم يشربون. كاميرا بطلها تليفون. تليفون يا شباب. اس 3 والله زين. لا خلنا نشوف يشتغل. ما يشتغل. شاحنه. ما بعدين نشوف. شاحنه هاي؟ شاحنه. مال كاميرا. شحنة مال كاميرا وبطنها تليفون. واا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 ا
3500 دولار.
500 دولار. ايش شلون شفت الوثق ان انت راح توصل لهذني غراض؟ وش شنو تشيز؟ تشيز غريب شو هذا؟ شنو؟ بانكي مال بروسسر؟ والله ما ادري. والله اشياء غريبة كلش اشوفها. هذا شنو؟ هذا السماعة؟ شنو هذا؟ مال السماعة؟ شنو هذا؟ عطر عطر. طيب؟ والله طيب شباب، والله ريحته طيبة، والله اسطوري هذا تشيز حلو. شوفوا يا شباب من شنو هذا تشيز؟ ما هذا الفار محطوط بيه. اوه سبريم ما شاء الله. احتاج سبريم ما شاء الله يا شباب. تافت تسوي له علاج؟ شلون تسوي تحط انواع عراقي فاكيد تنزل لك شيء عربيه. لا 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 ارجوك بعدين ان شاء الله. سفره هذا اللي تفت الشعر. ايه طيب هذا المره انا اخذ. يلا تفت. اوه ديث نوت. ديث نوت يا شباب صعد اثنين. ايه ليش واحده وهذه واحده. واللحظه كانت سهله. اكتب اسمي اول واحد. لا خاف ما تبقي يا شيخ ما تبقى اسمعني. شنو هذا؟ اوه هذا اسم اللي اسم اول واحد نحط بالمذكره بالانمي. بالانمي شوفوا يا شباب هذا الديث نوت كتاب او مذكرات عاديه. اللي شاف الانمي اكيد راح يعرف شنو. اكتب لنا اللي يعرفه يكتب لنا بالتعليقات. اوكي هسه دوري. شنو هذه؟ شوف هاي صراحه جميل. شنو؟ شنو؟ سيد مسترنيتي؟ والله ما اعرف. خف واحد اراقب عليه. والله شو مدري؟ توتش. شنو؟ هذا تشاينا. تشاينا. بس لا لا. هذين اندومي. اندومي. والله غريبين. دومي يا شباب كلها معلبة يعني مشيسة وكوما بها يعني تغريب ما شاء الله. اوه عرفت شنو؟ حنطقهم يا شباب. طقهمنا سكواد جولز. لحظة انا دائما ما اسوي انبوكسينج. اكو حد لازم اسويه. شو تعرف. تعرفون حتى اخاف احد مقتول. ما تشلب بصماتنا يعني. هسه دورك ولا دوري؟ هسه دورك. شوفوا يا شباب. اوه سماعات مال ايفون اصليه. لحظه هاي ما ايفون. ايفون. هذا ما ايفون. سماعات مال ايفون. هي مال ايفون بس مو عادي. لا شكل مال ايفون هذا قديم مال ايفون 6. قديم. لحظه هذا الصندوق قديم. هذا شقد انت من طالب؟ والله ما ادري. شوفوا يا شباب هاي السماعات. ما ادري هل هو من ابل؟ هذه السماعات اسطوري. حاخذ هاي. شنو اسطوري؟ الاشياء ما تسوى كل شيء صح ما تسوى. شنو بدي اشغل يا شباب؟ بس لا تشغل. ها؟ تشغل؟ مين دري هذا زين؟ مونسبوت. شنو؟ مونسبوت. واو ما الإضاءة؟ ما الإضاءة؟ تخلي بي جلوب من جوا جلوب أي جلوب عادي ويصير لك إضاءة. شو هذا يفيدك؟ سيدي شو هذا؟ ما لا طبعاً. شنو؟ كاميرا؟ وما؟ كذا شو؟ كاميرا؟ معقولة؟ والله انهم بها عدسه كلش صغيره. خف خف قراصه. غير فوكس سو فوكس. شوفوا يا شباب كانما كاميرا. اي مو كانما كاميرا. هي كاميرا. اي والله كاميرا. شوفوا هاي دم التشغيل. واو انا قاعد اعرف انا احسن. ها انا قلت انا احسن. يلا اخذ عليك.
شكرا لك جدا كريم. حالي هاي سؤالها 100 دولار يمكن. ما داو عم ايش داو شو 100 دولار صغيره كاميرا وصغيره. حالك هنا شوفوا اصوركم. واو ايش شنو شفت زمان شنو لك مايك لك مايك بس ليش انش مخربط ليش شنو هي هذا صورك شباب دك مايك سوي فوكس لا بس شو مخربط اخ مفتوح مفتوح ايش قدوته والله صغير كان كنا بنسمع بس يفصل الصوت هذا شنو هاي وخرها الفوكس يلا دك مايك كلش صغير شلون اسوي فوكس ما يصير كذا اخريدي ما يصير هو نيك مايك نيك مايك نيك مايك بس والله اسطوري واو شنو هذا شو اوه هذا عفوا الاخير 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 شباب شغله كلش 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 شنو انا نفس اللعبه شنو هاي نفس اللعبه ها هذا يو اس بي هاب هذا شنو يا تبين لنا بورتات مال يو اس بي اوه ايش يصير انا ابغى العطلان استرى زوج شغله بيها خلاص طلعنا 500 لو بعدها كيس فارغ رزانه كيس فارغ هذا لا طلعنا منه شيء طلعنا منه كاميرا لا ما كان اكبر مع الكاميرا شنو لا اوكي لا لا قولي شنو هو جيم اوف ثرونز اي وينترفول وينترفول بير شباب دازين شرب و مال جيم اوف ثرونز اذا تعرفوه يعني اللي شايف المسلسله انتو رابط حلقه وينترفول اللي الدوله مال او المنطقه انضموا عليه ايش ينضم هيروز هيروز يا جبار لقيت هيروز والله شو حلو دازين والله هي شو حلو بس ما تسوى خيشي بالصندوق فلوس دازين فلوس يا شباب ما ادري معقول دازين فلوس انت عندك نفس الشيس ذاك نفس عبدو نفس نفس ذاك ولا شو وين اشياء مكرره ما قصديك لا هاي ما ادري شنو هذا شيس بار شوف يا شباب دازين فلوس عبدي نفس ذاك هو ده شوفوه نفس الشيز أدي وهذا الشيز ثاني لزوج بس نفسه ما قلي رأيك هأخذ هذا واحد أنت ذاك واحد تازي أوه شوفوا يا شباب تعال شو هذا شنو هذا هذا صناديق شنو هذا ما ادري اصحى من فلوس ما ادري نشوف افتح افتح والله يا شباب اسطوري والله وايد اشياء غريبه واغرب شيء هذا تزين كلينكس كلينكس معلق بيها مرات الا شيء شوف صحيح بس هنزل شوفوا يا شباب ما لكم ول 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 ما ده يبينه لا خلاص ما ده يبينه هاي لا كل شيء ما بيه بس شوفوا يا شباب والله كثير تعال تعال نلاحظ الصورة انطنخنا يا عيال هاي كلكم هذا هو خلنا نشغل الإضاءة كلكم خذوا لها صورة ونشوفها على انستغرام انطنخنا
وسوي لنا تاب. نصيح نصيح شوي. هاي شو مبين؟ ما مبين الفلوس. تمام ليش؟ شباب ايش قد دني؟ ايش قد طلع؟ احسبها احسبها. ما احسب. انزعج شف انزعج شف. احسب دني. احسب الخردي. شوفوا يا شباب. هاي 100 200 300 400 500 650 يا شباب. خلنا نحسب هاي احنا هنا خرده هواي. وال هذا ربع مشقوق مو مشكله يمشي. يمشي مو بالاسواق. طالع مصدق لازم ننزل. تابع كاميرا ايش قد حلو. ايش قد يمك؟ يمي 650 650 670 680 81 82 83 وربع. وطلعت فلوسه وربح. والله يا سيد شوف المياه. طيب يا عبدو روح سيد. انا اذا اشتري يعني يجي لي لو حظ. حظ هي حظ حظ اخوان. حظ اتش بي اسطوري. الحمد لله والشكر هذا من فضل ربي وحب الناس الي. انهي بس يا شباب. ما اعرف شو اقول بصراحه. هل الفلوس كلها جت من الصندوق وعلى فجاه هيك انطقيت يعني ما ادري من اجى. من الديب ويب؟ من الديب ويب العراقي؟ اكو ديب ويب عراقي؟ هو اكو احتمال انه دز لنا فلوس عراقي لان عرف العنوان عراقي. فيقدر باي بساطه يحولها ويدزها. صحيح صحيح. بس ليش دز لغراض مكرره؟ ما نعرف هذا. انت سجلت بايميل القناة؟ لا لا عشان ما اعرف. خلي هم يكتبونها بالتعليقات. اللي يعرف بالتعليقات لا هو بس. اللي يعرف شلون يا شباب يكتب لنا بالتعليقات وحتحط له قلب. قلب صحيح اكيد. وبس يا شباب اشتركوا قناة عبدوريتكم كلكم تروحون تشتركون عده لان لو ما هو يعني ما صور هذا المقطع. كان جزء اساسا ما اجى. لو جاني الصندوق انا وحدي كان ما صورته. ما صورته. كان صورت هذا شو اسمه. وبس يا شباب هاي كانت الحلقه. اتمنى عجبتكم. كان معكم عبدو. مع السلامه. بيس.